وللقاء المزيد من الأضواء والكثير من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف على الهواء مباشرة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات. شيخ، بداية نرحب بك ونبارك لكم نجاح أعمال منتدى اليوم. هل لك أن تحدثنا عن أهمية انعقاد هذا المنتدى تحت عنوان قطر عراب الفوضى والأزمات في الشرق الأوسط، ولماذا تم اختيار هذا العنوان بالذات؟ اختتمنا اليوم بفضل الله أعمال منتدى الدراسات الأول، وقد عنوناه قطر عراب الفوضى والأزمات في الشرق الأوسط. اخترنا هذا العنوان لما يمثله من واقع نعيشه في الشرق الأوسط، استمرار التدخلات القطرية عبر العقدان الماضيان في الشؤون الداخلية لعدد من الدول الخليجية والعربية، نتج عنه إثارة الفوضى والأزمات في تلك الدول. استعرضنا في منتدى اليوم التدخلات القطرية عبر التاريخ في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، سواء كانت دعم للإرهاب، سواء كانت استيلاء على أراضي المملكة تاريخيا، سواء كانت تجنيس أو الإعلام الموجه وغيره. واستعرضنا أيضا بعض النماذج العربية. صحيح أن دول الاعتدال، دول داعية لمحاربة الإرهاب، اتخذت إجراءات حازمة تجاه النظام القطري، ولكن هذا لا يمنعنا من الاستعراض بثقة بأن هناك عددا من الدول العربية عانت من هذه التدخلات، سواء لإثارة الفوضى فيها من خلال دعم وتمويل الجهات المتطرفة والإرهابية، أو الدعوة لإسقاط الأنظمة الشرعية فيها، أو دعوة المؤسسات الوطنية. كل هذه الأمور استعرضناها اليوم، وكلها تتلخص في العنوان الذي اخترناه. نعم، الآن يعني تم الخروج من المنتدى ببيان ختامي وأيضا توصيات ساهم في إعدادها المشاركون في هذا المنتدى. هل لك دكتور أن تحدثنا عن أبرز ما جاء في البيان الختامي، وكيف سيتم الاستفادة من هذا البيان الذي أجمع عليه مفكرون وأيضا أكاديميون وصناع قرار من مختلف الدول العربية؟ من خلال المنصة التي وفرها مركز بحرين دراسات استراتيجية والدولية والطاقة، استطعنا استقطاب نخبة مميزة من الخبراء والأكاديميين والمفكرين والإعلاميين والمهتمين في هذا الشأن. ومن بعد استعراض الأوراق التي قدمت والنقاشات والمداخلات، تم الاتفاق وتقديم التوصيات التي استعرضتموها في تقريركم الأخير. كما لاحظتم هي توصيات مركزة، حاولنا قدر المستطاع أن يجمع عليها المشاركون، وهي مركزة تتمحور حول وقف قطر من المماطلة والتسويف في تدخل في الشؤون الداخلية، وتغويض الأمن القومي العربي بشكل عام، ولكن أيضا خصصناه فيما يتعلق بالشأن البحريني والدعوة للكف عن الأعمال العدائية ضد المملكة، سواء على صعيد دعم الإرهاب أو من خلال الإعلام الموجه أو التجنيس، وحتى الدعوة لتقديم التعويضات المناسبة للأضرار التي عانت منها المملكة جراء هذه التدخلات. كما طلبنا المجتمع الدولي أيضا أن تكون له وقفة حازمة بالتحرك الجاد. المجتمع الدولي إما أنه راض بهذه السياسات في دعم الإرهاب وتمويله والتدخل في الشؤون الداخلية، أو هو يغض النظر ويتيح ويعطي الضوء الأخضر للنظام في قطر على الاستمرار في هذه التصرفات التي تتنافى مع جميع المبادئ والمواثيق الدولية. وأخيرا طالبنا بالالتزام بالمبادئ الستة المنبثقة عن مطالب 13 وما ورد في اتفاق الرياض، وللأسف نرى بأن هناك استمرار في التعنت القطري فيما يتعلق بهذه المطالب. نعم. إذن الدكتور شيخ عبد الله بن أحمد الخليفة، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات، شكرا جزيلا لك.